بسم الله الرحمن الرحيم. دي إن شاء الله المحاضرة الرابعة، هنتكلم فيها عن الانرجي افيشنت موتور. احنا اتكلمنا عن اللايتنج المرة اللي فاتت، هنتكلم عن الموتور بقى المرة دي. طبعا الموتورز دي من الحاجات اللي انتوا يعني درستوها بالتفصيل الممل في خلال السنين اللي فاتت، فدايما انتوا عارفين ان الموتورز بتستخدم عشان ندرايف الميكانيكال ابليكيشنز. الموتورز من الحاجات اللي بتكونسيوم انرجي زيها زي اي لود، ولكنها في الصناعة مثلا من الحاجات اللي تستهلك انرجي عالية. most cost money to install and maintain sorry motors cost money to install and maintain يعني المواتير من الحاجات زيها زي اي برودكت، برضو من الحاجات اللي انت بتدفع فيها فلوس عشان تشتريها وكمان تعمل لها مينتننس. طيب احنا النهاردة بقى هنتكلم عن ايه بالظبط في الجزء بتاع الموتور؟ احنا هنتكلم عن الاوبتمايزيشن بتاع استخدام الموتور، من اول اختيار الموتور نفسه لحد التعديلات اللي انت ممكن تعملها او الحاجات اللي ممكن تضيفها على الموتور عشان يبقى more optimized او more efficient. اي موتور في الدنيا هتلاقي التركيب بتاعه عبارة عن جزئين، الستيتور اللي هو الجزء الثابت، والروتور الجزء المتحرك. تصميم الجزئين دول هو اللي بيحدد نوع الموتور، تمام؟ احنا عارفين ان في انواع كتير من الموتورز، فلك كلها فيها ستيتور وروتور، وعلى حسب بقى الشكل بتاعهم والفابريكيشن بتاع التو كومبوننتس دول بيحددوا الكلاسيفيكيشن بتاعت الموتور بتاعك هيبقى نوعه ايه يعني. دي تقريبا الكلاسيفيكيشن بتاعت الموتور. في من الاول خالص كده في دي سي واي سي. اول حاجه بدانا ندرسها كانت الدي سي موتورز، في اللي هي البراشت وفي البراشلس. الاي سي موتور فيه السينكرونس والاندكشن، الاندكشن فيه سنجل فيز وثري فيز، والبراش دي سي موتورز فيه الاربع انواع اللي انتوا شايفينهم دول. طبعا تقريبا انتوا درستوا اغلب الايه الموتورز دي بالتفصيل في السنين الايه اللي فاتت يعني. انا النهارده مش هدخل في تفاصيل الموتورز، مش هنعيد حاجه احنا ايه اخدناها قبل كده، احنا عايزين نركز بس على الجزء اللي يخصنا في الموضوع يعني. هنتطرق طبعا لشويه حاجات ليها علاقه بالموتورز بس اللي هتخدمنا او هتخدم المحاضره بتاعتنا. ده الموتور تايبس والابلكيشن بتاع الكونفنشنال دي سي موتورز. هتلاقيها بتبدا من 10 كيلو وات وطالع. البيرمننت ماجنت دي سي موتور ممكن تلاقي فيه تبدا من واتج يعني قليل قوي لحد تقريبا 10 كيلو. الاي سي موتورز بانواعها المختلفه كل واحد والسكيل اوف باور يعني اللي هو بتلاقيه موجود فيه يعني، تمام. الكونستراكشن اوف بيرمننت ماجنت دي سي موتور. طيب الكونستراكشن ده انتوا درستوه بالتفصيل الممل تقريبا في سنه تانية لو انا فاكر صح يعني. البراش سيستم، الكونكشنز، الوايندنجز، الكور او الايرن كور، البيرمننت ماجنت بتاعك، والهاوسنج اللي هو جواه كل الكومبوننتس دي، الفلانج دي بتاعت التثبيت. احنا اللي هيهمنا في المحاضره بتاعت النهارده ايه؟ ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي بتستهلك انرجي جوه الموتور وازاي نأوبتمايز الايه الكلام ده. ده كونستراكشن بتاع اي سي موتور، الستيتور، الروتور، البيرنج، في ممكن يبقى في كولينج فان كمان وهكذا يعني، والهاوسنج طبعا.
الالكتريك موتور افيشنسي. يعني efficiency في الدنيا هي عبارة عن ايه؟ الاوتبوت على الانبوت او اليوسفل باور على الانبوت باور يعني. وممكن نسميها بشكل تاني اليوسفل باور على اليوسفل باور زائد اللوسس. تمام كده؟ طيب احنا كل الفكرة كلها هتلاقي اللعب فين؟ في اللوسس دي وان هاو تو مينيمايز. طيب ايه الالكتريك موتور لوسس عبارة عن ايه؟ في الالكتريكال لوسس اللي هي الكبر لوسس، ودي caused by heating from a current flow through the resistance of stator and rotor windings، اللي هي I square R. هي دي مش I2، دي المفروض I square R. ودي من اكتر الحاجات اللي ايه اكتر نسبة من اللوسس جوه الايه الموتور، اللي هي I square R بتاعة الستيتور والروتر. الكور لوسس او مسميها الماجنتيك لوسس دي، لان في ايدي كارنت وهاي ستريسز ان ذا لامينيشن اوف ذا ستيتور اند روتور. برضو الايدي كارنت ده بيعمل لوسس وبنسميها الماجنتيك لوسس او الكور لوسس. الميكانيكال لوسس دي بتيجي من الفريكشن في البيرنجز. البراش كونتاكت لوسس دي occurs due to the voltage drop between the brushes والكوميتيتور. دي طبعا في الدي سي موتور اللي فيها brushes. stray load losses دي من ال leakage flux والهارمونكس اللي ايه اللي في الاير جاب. يبقى ال leakage flux في الاير جاب بيعمل هو كمان losses بنسميها ال stray load losses. وانا متأكد ان انتوا الحاجات دي يعني درستوها بالتفصيل في مع كل دراسة موتور يعني على حاجة، في جزء مخصوص كده لللوسس وأنواعها ونسبتها، نسبة كل واحدة قد إيه وبتاع. ده رسمة للموتور ونوع كل لوسس في تقريبا مكانها بتيجي منين. يعني الروتور ريزيستنس في جزء من اللوسس، الستيتور ريزيستنس في جزء من اللوسس فيها، الايرن كور لوسس، الستري لود لوسس، التوتال لوسز دي تقريبا بتبقى في حدود كام. طبعا ده مش رقم مش اكزاكت لكل الموتورز يعني، ده بتبقى تقريبا في حدود 7.6%. تمام، يبقى الموتور بتاعك تقريبا سوري الاوتبوت بتاعه هتاخد كام؟ هتاخد تقريبا 92.4%. دي بقى رسمه بتقول لك موتور لوسس ل 50 هورس باور اندكشن موتور، وتقريبا كل نوع من اللوسس نسبته قد ايه. تمام، يعني 1.1 فريكشن اند ويندج كل لوسس 1.4 من 0 ل 2% ستري لود لوسس، من 0 ل 6% I square R losses اللي هي الستيتور والروتر. زي ما انت شايف ان اغلب اللوسس طبعا، وده شيء منطقي، موجودة فين؟ في الجزء بتاع الستيتور والروتر. طيب الحتة دي بتشرح ايه؟ بتشرح الديوتي تايب. يعني كل نوع من الموتور فيه زي كلاسيفيكيشن كده. الريفرنس بتاعها S1 الديوتي سايكل كونتينيوس رننج ديوتي. ده مقصود بيها ايه؟ ان الموتور اللي من اللي هيشتغل او الكلاسيفيكيشن بتاعته كده، ده هيشتغل عند كونستانت لود لسفيشنت ديوريشن فور سيلمر ايكويفالنت تو بيريد شيد. يعني موتور هيشتغل عند تقريبا حمل ثابت ومده معينه. تمام، المده دي بتبقى الى حد ما كبيره. طيب اللي بعده الشورت تايم ديوتي، ده بيشتغل لمده معينه قليله، يعني ما بي تايم شورتر ذان ذات ريكوير تو ريتش الثيرمال اكويليبريم، بتبقى مده صغيره. وبرده بيشتغل عند حمل ثابت. تمام كده، followed by rest and de-energizing، بيقعد في الريست وقت كبير قوي. تمام كده، طيب انا مش هخش في تفاصيل كل الديوتيز دي، انا بس بدي لك الفكره. انت ممكن تقرا كل واحده،
كل واحده، كل نوع من دول هو ليه ابلكيشن في الواقع او في الحقيقه بيمثله، تمام كده؟ يبقى ده الديوتي تايبس طبقا للاي اي سي تكمله بقى S4 S5 S6 لحد S9. كل دي كانت ايه انواع من الايه التايبس يعني او ديوتي تايبس، اللي هو الموتور هيشتغل في حمل بتاعه شكله عامل ازاي. طيب الانسليشن كلاسز الستاندرد اي اي سي بيدي ماكسيمم اوبريشن تمبريتشر فور ايتش ثيرمال كلاس، يعني كل كلاس من دول يقدر يتحمل اوبريشن تمبريتشر معينه. فمثلا كلاس A لحد 105، E B F H لحد H 180 درجه سليزيوس. الحته دي بقى مهمه جدا جدا، لايف سايكل فيرسس بروكيورمنت كوست. طيب to achieve the best return on investment users of production equipment need to apply a life cycle approach when considering investing in major equipment. Life cycle cost is the total cost for purchasing, installing, operating, maintaining and disposing of an item of machinery. يعني وانت بتعمل حساب لأي investment وتشوف انت الباي باك كام وبتاع وكده، فلازم اللايف سايكل كوست يدخل معاك في حسابك. طب اللايف سايكل كوست هو تكلفه ايه؟ هو الشراء والتركيب والاوبريشن بتاع المعده دي وصيانتها وكل الكلام ده، تمام كده؟ كل التكلفه دي بنسميها اللايف سايكل كوست. الباي باك تايم برضو من الحاجات المصطلحات اللي انتوا عارفينها كويس. Can be extremely short, but many businesses still focus on the purchase price when buying new equipment. يعني ايه؟ هتلاقي ان تفكير الناس او اغلب الناس بتفكر بس في تكلفة الشراء، مش في التوتال او مش في اللايف سايكل كوست. بمعنى نضرب مثال بعيد شوية عن المحاضرة. لو انا بتكلم على حاجة زي البي في او الويند، البي في او الويند لو بصيت للانيشال كوست بتاعها او البيرشيس برايس غالي جدا، هي من الحاجات الانيشال كوست عالي. لكن تعال نبص بقى لو هنتكلم على اللايف سايكل كوست هنقول ايه. اللايف سايكل كوست هنلاقي ان الجزء بتاع الاوبريشن تقريبا يعني مفيش، قليل جدا، مفيش فول. فانا هدفع في الاول كتير لكن بعد كده فلوس قليله. لازم وانا ببص على بحسب باي باك تايم او بحسب حاجه اشوف هانفست في حاجه معينه، لازم ابص على ايه؟ على اللايف سايكل كوست، مش ابص انا بشتري بكام بس، تمام؟ دي المقصود من السلايد دي. Instead of considering running cost over the lifespan، يعني من بدل بقى ما انا ابص على تكلفه التشغيل على اللايف تايم بتاعي ايه كله، تمام؟ يبقى الصح ان انا اعمل ايه؟ ابص على التكلفه الايه الاجماليه. طيب ان اندستري ان اندكشن موتور كان كونسيوم بير يير ان انرجي كوانتيتي ايكويفالنت تو 5 ل 10 من الانيشال كوست. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك اندكشن موتور فهو بيستهلك في السنه من 5 ل من 5 ل 10 مرات تكلفه انرجي، بيسحب انرجي من 5 ل 10 مرات تكلفة الانيشال كوست بتاعه. يبقى انا الصح ان انا ابص على الانيشال كوست ولا ابص على الجزء بتاع الانرجي؟ الانرجي طبعا along its lifetime about 12 ل 20 years representing 60 ل 200 time its initial cost. يعني انت بتتكلم على حاجه انيشال كوست ده مثلا باكس، في حاجه 200 اكس بتقعد تدفعها على مدار العمر، فانت لازم تانكلود ال 200 اكس دي معاك، تمام؟ دي رسمه بتبين التكلفه وتوزيعتها. يعني انا بدفع 97.3% تقريبا للانرجي، لو هعمل ريوايندنج ب 7% الانيشال بيرشز ب 2%، يعني تكلفه الشراء هي 2% من الكوست. ومع ذلك اغلب الناس بتركز فين؟ بتركز في الجزء بتاع اللي هي بتدفعه في الاول، مين اغلى ومين ارخص. لازم لا لازم نبص على الاعتبارات الثانيه زي ما احنا قلنا. ده نفس الفكره، اللايف سايكل كوست
البيرشيس برايس كام والانرجي كوست قد ايه، نفس الفكره. نبدأ بقى نخش على الجزء بتاع الموتور ستاندرد. في كذا انرجي افشنسي ستاندرد، في الاي اي سي الاربعه كاتيجوريز دول او الاربعه ستاندرد دول. اول واحد ده ستاندرد فور موتور ريتنج اند بيرفورمانس، تاني واحد standard methods for determining losses and efficiency from tests. الستاندرد اللي بعده efficiency classes of single speed three phase cage induction motors وهكذا. دول different standards، كل واحد ليهم اسم وكل واحد مختص بايه، بنحط ستاندرد لايه، لحاجه معينه. زي اول واحد ما اتكلمنا كده، ده بيحط ستاندرد للموتور ريتنج والبرفورمانس بتاعها. طيب دلوقتي في كلاسز من الاي اي سي افشنسي موتورز، هتلاقي كلمه اي اي 1 ده الستاندرد افشنسي، اي اي 2 هاي افشنسي، اي اي 3 بريميوم افشنسي، واي اي 4 ده سوبر بريميوم افشنسي. وفي دلوقتي ناس بتتكلم على اي اي 5 اللي هو هيبقى الفيوتشر اديشن بتاع السوبر بريميوم افشنسي. كل واحد من دول هو جيل بيسلم جيل الستاندرد، بعد كده لا في بقى في هاي افيشنت موتور، في بريميوم افيشنت، سوبر بريميوم افيشنت وهكذا. تمام كده. المتوقع ان الاي اي 5 يبقى اللوسز فيه تقل عن اي اي 4 بكام؟ بنسبه 20%. ودلوقتي عرفنا ان الجزء ده مؤثر ليه، عشان الانرجي تكلفتها تقريبا 97% من اللايف سايكل كوست بتاع الايه الموتور، وبالتالي كلمه اللوسس ولما اقللها ده هياثر بشكل كبير في ايه، في التكلفه الاجماليه اللي انا بدفعها. ده الاي اي 1 لحد 4 والافشنسي بتاعت كل واحد تقريبا بكام، بدءا من الاي اي 1 لحد الاي اي 4. ودلوقتي زي ما قلنا هيبقى في اي اي 5 كمان هيبقى الافشنسي اعلى كمان من كده. طيب ده النيم بليت بتاع موتور. في الغالب احنا في المعمل في التجارب بتاعه الماشينز شفنا النيم بليت بتاع موتور، هتلاقي الاي بي بتاعه هنا الاي بي 55 ديوتي، هو اس 1 ولا 2 اس 3 على حسب التيبل اللي كنا اتكلمنا عنه. ده اي اي 4 اللي هو سوبر بريميوم افشنسي، كمان مدي لك التحميل مع الكفاءة، يعني عند تحميل 100% الكفاءة 96.8%، لو التحميل ده 75% في الكفاءة هي هي، عند 50% كفاءة من التحميل الكفاءة قلت بس مش بشكل كبير، ودي تعتبر ميزة برضو فيه. طبعا الشركة المصنعة اي بي بي وهكذا. ده ال potential energy savings by improvement of efficiency classes. يعني لو انا كنت اي اي 1 عندي موتور اي اي 1 وبنقل لاي اي 2 تمام، انا بسيف انرجي قد ايه؟ الكيرف ده بيبين لك ايه الحته دي، نسبه السيفد انرجي هتبقى تقريبا قد ايه. حلو، لو انا بنقل من اي اي 1 لاي اي 2 اللي هو الخط المصمت، هتلاقي ان النسبه ايه اقلهم، لكن من اي اي 1 ل 3 هتلاقي زادت شويه، من اي اي 1 ل 4 هتلاقي ان السيفد انرجي ايه زادت جامد. انرجي افشنسي اوبورتيونيتيز في الموتورز، ايه الحاجات اللي من خلالها ممكن نعلي الافشنسي بتاعه السيستم بتاعنا لو في موتورز؟ اول حاجه خالص ان انا استخدم اصلا انرجي افشنت موتور، اقصد ريبليس الموتور بانرجي افيشنت موتورز. طيب ريديوس الاندر لودنج او افويد اوفر سايزد موتورز، دي هنتكلم عنها قدام بالتفصيل. استخدم فاريبل سبيد درايف، احسن الباور كواليتي، باور فاكتور كوركشن باي كاباستور. الحته بتاعت الباور فاكتور كوركشن والباور كواليتي الاثنين بيأثروا في اللوسس وبالتالي بيأثروا في الكفاءه. الباور فاكتور مثلا لو اتحسن فالتيار هيقل فاللوسس هتقل والكفاءه تتحسن وهكذا. امبروف المينتننس، تحسين المينتننس بيحسن من كفاءه الموتور. ريوايندنج، لو الوايندنج
حصل فيها مشكلة أو حاجة، ممكن أعمل ريوايندنج، ده ممكن يحسن من كفاءة الموتور اللي عندي. فيبقى دي كده الحاجات اللي أنا ممكن إيه أعملها، أو الأوبورتيونيتيز إن أنا أزود الإفشنسي بتاع السيستم بتاعي لو في موتور. يوز انرجي افيشنت اندكشن موتور، لو انا استخدمت افيشنت اندكشن موتور، ايه الحاجات نقول الكاركترستيك او الحاجات اللي ممكن تحصل؟ اول حاجه ان الافيشنسي، لو هو هاي افيشنت موتور، فالافيشنسي هتتحسن من 2 ل 6%. طبعا الانرجي بيلز، الفواتير هتقل، مور ماتيريال اوف هاي كواليتي، مور اكسبنسيف. هنا طبعا لازم اذكر لما استخدم هاي افيشنت موتور فهو هيبقى اغلى طبعا، بس اللايف تايم بتاعه هيبقى كبير. وكمان بقى يبقى ليه لو ستارتنج تورك في الغالب، هاي ستارتنج كارنت، لور سليب، هاير روتر انرشيا. دي بعض الكاركترستيك بتاعت هاي انرجي افيشنت اندكشن موتور. هاو از افيشنسي امبروفد، انت بتحسن الافيشنسي ازاي؟ اول حاجه انا عايز مثلا اريديوس الايرن لوسز. هنا الفيجر ده بيشرح لك الكلام ده يتعمل ازاي. ناخد المثال اللي هو الاسهل واللي انت ممكن تتصوره بسهوله، ريديوس الكبر لوس. هريديوس الكبر لوس ازاي؟ عن طريق حاجتين، ريديوس الستيتور كبر لوس والروتر كبر لوس. ازاي؟ انكريز كبر سيكشن ستيتور سلوت اريا، ازود الاريا، او انكريز الروتر بار سيكشن. يبقى عن طريق الحاجتين دول هقدر اقلل الروتور كبر لوسس والستيتور كبر لوسس، وبالتالي اقلل عموما الكبر لوسس وهكذا. يعني مثلا ريديوس ايرون لوس عن طريق ان انا بستخدم لو لوسس ماجنتيك ماتيريال وهكذا. ده نفس تقريبا الكلام اللي احنا كنا بنحكيه، بس جايب لك رسمه الموتور وبيقول لك ازاي هيعمل كده. مثلا في اول حاجه على الشمال فوق، more copper wire of larger diameter in the stator saves energy by reducing the resistance of the stator. تحتها larger conductive bars and end rings reduce rotor resistance losses وهكذا. هو بيشاور لك على كل مكان اللوسس فيه ممكن فين وتقللها ازاي. تمام، فنفس الكلام تقريبا اللي في الفيجر اللي فات، بس على الرسمه بتاعه الموتور. طيب الحته بقى بتاعت ايه، احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي ممكن تعلم الافيشنسي بتاعه السيستم بتاعنا او الموتور، ان انا اريديوس الاندر لودنج. طيب الموتور افيشنسي از فيرلي كونستانت داون تو 50% تقريبا، الكفاءه بتبقى يعني ثابته لحد 50% من الايه، من الريتد لود. اقل من كده بتبدا الكفاءه تقل بشكل كبير. طيب يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم احافظ على التحميل ما يقلش عن 50% في اغلب الوقت. طيب ده ممكن يجي منين؟ انا ممكن اكون عامل اوفر سايز او اوفر سايزنج للموتور. تمام، وبالتالي لما اجي اشغله بقى في الواقع، انا جايب موتور كبير عشان لود قليل، فلما اجي اشغله هشتغل عند تحميل قليل، وبالتالي كفاءه اقل بكتير. تمام كده؟ يبقى من الاول اعمل ايه، لازم اختار الموتور بتاعي بناء على الحمل مظبوط، عشان ما ابقاش عامل اوفر سايزنج، وبالتالي التحميل ممكن يقل عن 50% في اغلب الوقت، يؤدي الى كفاءه اقل، يؤدي الى ان انا بدفع فلوس ايه اكتر في كتكلفه انرجي. تمام كده؟ بنكمل في الحته بتاعت reduce under loading. ال consequences of under loading increased motor losses, reduced motor efficiency, وال power factor كمان بتاعك هيقل. والرسمه دي بتوضح التحميل مع ال efficiency وال power factor. الحاجه الثانيه اللي قلنا ان احنا ممكن نستخدمها هي ال variable speed drive. large energy and cost saving، ممكن تقدر تعمل cost saving من 20 ل 70% على حسب الابلكيشن طبعا. high efficiency of variable speed drives، وكمان reliability اعلى، ممكن تقدر تاخد باور فاكتور اعلى.
بيتر ماتش اوف ماشين تو بروسيس ريكويرمنت، تقدر كمان تماتش اللود بتاعك، الفلكسبيليتي بتزيد وهكذا. يعني في حاجات كتير جدا من المزايا اللي ممكن تاخدها لو انت استخدمت variable speed drive، reduce الموتور starting currents وهكذا. هنا بيقول لك ايه ال different يعني opportunities اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، واحتمال النسبة اللي ممكن توفرها قد ايه. انا لو استخدمت high energy high efficient motor ممكن تاخد من 1 لـ 9%، لو عملت correction للموتور اوفر سايزنج ممكن تاخد من 6 لـ 9%، لو استخدمت variable speed drive ممكن تاخد من 15 لـ 40%. كل دي طبعا مع افتراضات معينه، يعني الارقام دي متاخده من كيس مثلا لو بصينا على حاجه زي correction of motor اوفر سايزنج، ده مفترض ان 1 third of motor load operates less than 50%، يعني تقريبا تلت الوقت الموتور شغال عند حمل اقل من 50% وهكذا. تمام، فدي كل opportunity وما يقابلها من او نسبه السيفنجز او احتماليه السيفنجز قد ايه، لانها بتعتمد طبعا على كونديشنز معينه. موتور سيلكشن، يعني ازاي تختار موتور. The primary technical consideration defining the motor choice for any particular application is the torque required. يعني انت اول حاجه خالص انت تشوف اللود بتاعك التورك كام. تاني حاجه الديوتي او اللود سايكل اللي هو التيبل اللي احنا شفناه، شوف انا الديوتي بتاعتي شكل الحمل بتاعي عامل ازاي، يعني بشتغل وقت قليل وافصل وفي تكرار ولا مفيش، وقت كبير وبفصل الوقت برتاح ولا الموتور بيرتاح تماما، بدرجه الحراره بتنزل خالص ولا لا، فيبقى الديوتي برضو اللي هي الحاجه الثانيه اللي بحدد عليها. الامبيانت اوبريتنج كونديشنز افكت موتور تشويس، سبيشال موتور ديزاينز ار افيلبل فور كوروسيف اور داستي اتموسفير، يعني لو انت عندك مكان في يعني اتربه او حاجات ممكن تؤدي الى تاكل في الاجزاء بتاعه الموتور او كده، تمبريتشر عاليه، كل الحاجات دي بتاثر في اختيارك للايه للموتور برضو بتاعك. The demand a motor will place on the balance of the plant electrical system is another consideration. يعني لو الحمل بتاعك متغير بشكل كبير، تمام؟ برضو ده من ضمن الحاجات اللي لازم تحطها في اعتباراتك. Reliability is of prime importance. In many cases, however, designers and process engineers seeking reliability will grossly oversize equipment, leading to suboptimal energy performance. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عايز ازود الريلابيليتي بتاع السيستم بتاعي، في بعض الاحيان ممكن ده يؤدي الى ان انا اعمل اوفر سايزنج للموتور. بقول عشان ايه؟ التفكير بيبقى ازاي؟ ان انا اغطي كل الاحمال الايه او كل احتماليه اللود اللي ممكن تظهر. بس قصاد كده لما اجي للواقع بقى ممكن اكون انا عملت اوفر سايزنج، وبالتالي الموتور هيشتغل ايوه كريلابيليتي، لكن الكفاءة بتاعته هتبقى قليلة. فدي برضو نقطة لازم احطها، السايزنج بتاع الموتور لازم يبقى مظبوط. البرايس كمان لازم السعر يبقى من ضمن الحاجات اللي ببص عليها، بس طبعا زي ما شفنا الحتة بتاعت اللايف سايكل كوست، ما بصش بس على سعر الشراء، لا لازم ابص على اللايف سايكل كوست كله عشان اقدر اختار ايه صح. شكرا جزيلا.